في لبنان أيضاً أفاق تنموية تحملها السياحة. جبال لبنان والعاني بأجواء صيفية بامتياز. هيدا لبنان بلد التنوع، بلد بيواجه القلق والمخاطر الأمنية بالإصرار على الحياة. صيف 2024 ببلد الأرز أكبر برهان على هالشي، فخلينا سوا نروح بمشوار صوب أعالي جبال كسروين لنشوف وضع السياحة الليلة. مشوارنا بلش من استوديوهاتنا بقدمة، بلشت عجقة السهرة من رومبوان عشقوت. طالعين على فقرة، نعم، وأحلى جو بلبنان وما في شيء والدنيا بألف خير. وصلنا شي ساعتين بالعجقة جايين من بعبدة، طالعين على فرية تنسهر وصراحة ورفت. أجواء صار سنة فرية ممتازة و لقدام يعني. طلعنا على عيد قرايبينا بفيدرون، طلعين نسهر فوق ونتسلى. وواصلة لجرود كسروين. سهران وكان جو جنون، شفتك أنا ما بعرف كيف هالعيون. السهرة بعدها بأولها، بس يلي بيجي عفرية بيعرف انه سهرته ما بتبلش الا من قرية OMT Summer in Action الصيفية، يلي بتمزج الالعاب الاكل من كل انحاء العالم وجوة الجنون فنون. ناطرين الناطرة لنجد تيم الحمراء. ايفنت حلو مرتب وويل اورجنايزد. جايين الحدث في كتير عالي، كل العالم جايين لهون. جايين من سلقة، مشوار كان عجقة، اخذت معنا شي ساعة ونص ساعتين، بس انا وقت اوسم. بلش يتأخر الوقت، بس لبنان معروف انه بيوصل ليله بنهاره، وبكفر دبيان الشباب والصبايا ما عم يلاقوا محل يصفوا. ملينا محل صف كثير عجقه، العالم كله هون من لبنان كله جاي اليوم، هلا جينا على السياره طلع لنا كادو. حرام ما يجي على لبنان، لبنان بلد رائع، لك العالم لك العجقه. ما تيجي نرقص. لبنانيين مغتربين واجانب اجتمعوا على الدانس فلور، تحدوا سقعة الليل بالجبال العاليه بعز اب، وهيك كانت الأجواء. جاي من باريس من فرنسا، هيدا الصيفية مع كل الأوضاع اللي عم بتصير أحسن بكتير من صيفية الماضي. قد ما يكون في حرب، قد ما يكون في كل شيء، هيدا أحلى بلد بالعالم. أنا من كندا وهو من برازيل، بس نحن ولاد لبنان من أصل. في فايبس كتير حلوين، وبتشوف إنه الناس عم بجربوا تو هاف فان يعني بالرغم من اللي عم بيصير. من باريس زينا انبسط لبنان. قريب الضو يطلع، بس على بيستات السكي فوق 3000 شخص عم يتجمعوا، وأجواء التكنو بلشت. جو بلبنان بعقد، سهرة التكنو عنا يعني كتير حماس، على طول حماس. نحن اللبنانية منحب الجو. بلد كل منطقة فيه عندها نكهاتها، بس يلي بيجمع أبنائه هو إصرارهم على استغلال كل لحظة فرح ممكنة.